طيب احنا معانا دلوقتي تقرير عملناه جميل جدا مع كل الجمهور الجميل اللي عندنا في الشارع المصري، وبنتكلم معاهم عن التربيه. يا ترى مين اللي مسؤول عن التربيه؟ تحملوا مسؤوليه التربيه لمين؟ للام ولا للاب ولا كمان للمدرسه؟ لانه كمان المدرسه بيكون عليها عامل كبير في تدخل وفي تكوين شخصيه الطفل. تعالوا كده نتفرج على التقرير ونعرف راي الناس ايه ونرجع على طول. الأولاد تربيتهم عايزة من الأب والأم التفاهم. الأب بحكم إنه هو ربنا خلقه ذكر، فالمفروض إنه مطلوب منه رعاية أسرة، رعاية البيت، توفير الاحتياجات الشخصية بتاعتهم أو الاحتياجات المادية اللي كانوا بيحتاجوها أيا كانت إيه هي. الأم بيقع عليها الحمل اللي هو بتاع ده صح ده غلط، ده المفروض يتعمل ده لأ الكلام ده، إنما هي المفروض إن هي مشتركة. لا أكيد الأم طبعا، لان هي مسؤوله على البيت. يعني الاب بيبقى مسؤول عن المصاريف، مسؤول، لكن هي على التربيه مثلا، على المذاكره، على الاطفال، بتكون فاهمه يعني تفكيرهم اكتر. لا هم المفروض الاثنين طبعا، الاثنين بيكملوا بعض في التربيه بتاعه الابناء. تربيه الاطفال في الزمن دون شيء بقى صعب جدا جدا، ان انت ان طرف واحد بس ان هو يربي، لازم الاب والام. لا مسؤوليه الاثنين، مسؤوليه الاثنين، لان الاب طبعا بيطلع من الصبحيه بيشوف شغله. اكتر المشاكل اللي ممكن اواجهها في تربيه اولادي مشاكل المجتمع العاديه اللي هي لا موجوده في الشارع، بيبقى سببها الشارع مش سببها البيت. الاخلاق اللي بتقل، مستوى الدين اللي ابتدى ينعدم عند معظم الناس، الاداب والعادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها زمان ما عادتش موجوده دلوقتي، ما بقتش موجوده دلوقتي. انا والدتي زمان غير زوجتي دلوقتي، الوضع مختلف. الاولاد بقوا يعني مع التكنولوجيا بقى والحاجات المتقدمه بيتعاملوا وكده، للاسف يعني لازم نخلي بالنا من الحاجات دي، بيبقى حاجات صعبه بتبقى على الام وعلى الاب، ولازم يراقبوا اولادهم طول الوقت. يعني مش هخليه مثلا حد يصاحبه من بره مثلا يديله فكره غلط، لكن انا اكيد اكتر واحده انا هكون خايفه عليه وهكون عايزه مصلحته. اهم حاجه ان احنا نصاحب اولادنا طول الوقت، وان احنا نكون سبورت ليهم، وان احنا برضو ندعمهم ونقول له صوم الصح والغلط، حتى لو عمل غلط يجي يقول لي، ان ده شيء مهم جدا جدا طبعا. يعني انا والحاج مصاحبين بناتنا، لا لازم عشان حتى على الاقل ما يعني البنت او الولد ما يتجهش لحد بره، لان طبعا بره عمر ما حد هينصحه قد الاب والام.